مسلسل الحشاشين رجع تاني للترند، بس مش في مصر أو العالم العربي، في إيران. المدير العام لهيئة الإشراف على تنظيم الإعلام الصوتي والمصور في الفضاء الإلكتروني ساترا مهدي سيفي قال إن رواية هذا المسلسل تتضمن العديد من التشوهات لهذه الفترة من تاريخ الإسلام، ويبدو أنه تم إنتاجه من خلال نهج سياسي متحيز. لذلك قررت ساترا عدم الموافقة على بث مسلسل الحشاشين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في إيران. مسلسل الحشاشين تم إنتاجه بميزانية قدرها 12 مليون دولار، ويعتبر من أغلى المسلسلات في تاريخ الدول العربية. المسؤولين في ساترا قالوا إن أحد أهداف مسلسل الحشاشين كان ربط الإرهاب وبداية الإرهاب بالإيرانيين، بدليل إن في المسلسل تم تحديد مدن زي الري وقم وأصفهان الإيرانية على إنها منشأ الإرهابيين. أما النقاد المصريين فشايفين إن كل اللي عملته السلطات الإيرانية بمثابة شهادة نجاح للمسلسل ودعاية مجانية ليه، وده هيؤدي للإقبال على مشاهدته بطرق أخرى بعد حظره، فالممنوع مرغوب. السوشيال ميديا في إيران مقسومة، ناس مع قرار المنع وناس دورت بالفعل على المسلسل عشان تشاهده أو تكمل مشاهدته. خلينا نبدأ مع آن شيرلي، كتبت بكل بساطة كم شوه مسلسل الحشاشين تاريخ إيران بشكل جيد ومتقن. كمان كان في تعليق من ساليانا، يعني هي قالت كنت بدأت مشاهدة مسلسل الحشاشين وشاهدت 8 حلقات منه وقد تم حذفه من المنصات. نظرت لأرى أن يمكن مشاهدة بقية المسلسل فرأيت أن هناك نسخ لا رقابة عليها. أردت أن أشكر المؤسسين الذين جعلوا من لمشاهد المسلسل يرجع إلى النسخ غير القاطعة للرقابة.